السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. من خلال هذا الفيديو غادي نشوفوا مباريات التعليم. فحاليا تم الاعلان الوحيد في وزاره التربيه الوطنيه في الصفحه ديال الفيسبوك بالنسبه للموقع. هنا راه ما كنلقاوش خدام بالنسبه للموقع، ها هو حاليا عليه ضغط. اما في كيف قلت لكم هذا الاعلان غتلقاوه في الصفحه الرسميه ديال وزاره التربيه الوطنيه اللي خاص فيه الشروط، في شروط بالضبط الجديدة وقعوا فيها بعض التعديلات بالنسبة لهذه السنة. بالنسبة للانتقاء فغيكون انتقاء قبلي من خلال ما جاء في هذا البلاغ، غيكون انتقاء قبلي فقط من الحاملين الإجازة، يعني اللي ماشي خاصة في التربية، إجازة التربية. أما الناس اللي عندهم إجازة التربية فهما معفيين من الانتقاء. بالنسبه للانتقاء كيف ما غادي يكون هنا، كيف ما جا غادي يكون انتقاء قبلي بناء على النقطه ديال الاجازه، الميزه المحصله عليها في الاجازه، سنه الحصول ديال الاجازه، وكذلك الميزه، ها هي كيف ما شفتوا الميزه المحصله عليها في البكالوريا. كذلك غادي يتم ادراج واحد الرساله ديال لا ليتر دو موتيفاسيون كوثيقه الزاميه غدفعوها مع الوثائق ديالكم اللي غيطلبوا لكم. هكا كتبينوا الدوافع ديالكم والحوافز علاش اخترتوا مهنه التعليم. بالنسبه للسن الجديد كذلك في هذه السنه هو السن، فالسن هنايا فراكين خاص يكون عندك 30 ولتحت، يعني كحد اقصى في السن 30 عام. اذا هذا هو الجديد بخصوص المباريات. بالنسبه لهذوك المواقع اللي لقيتو فيهم الخصائص والعدد ديال المقاعد الى اخره، لحد الان راه باقي ما يعني ما كاينش اعلان رسمي على هذا العدد الخصائص اللي كاين بالضبط. فغالبا ان شاء الله حتى هو غادي يكون اليوم. اذا كان شي جديد غنبارطاجيه معكم، وكذلك غادي نشوفوا الطريقه ديال التسجيل في المباريات ديال التعليم. اذا كان هذا هو الفيديو ديالنا. الى عندكم شي سؤال ما تنساوش خليه ليا في كومونتير، وبالتوفيق للجميع وإلى اللقاء.